الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، يا محمد ابن عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المرء يحسب أنه مأمون والموت حق والفناء يقين. لا تأمن الدنيا فإن غرورها خدع الأوايا إلى والزمان خؤون. ما مر آن من زمانك لحظة إلا وعمرك يا بالفنايا مرهون. وإذا غمرت بنعمة وبلذة لا تنسينك حوادثا ستكون. إن الأحبة والأولى لك خلصوا، كل به فلك البلايا مشحون. وإذا بكيت على فراق أحبة فلتبك نفسك يا أيها المسكين. لا بد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتهون. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله
وإنا إليه راجعون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة لمن اجتمعنا لأجلها وسببها. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك هناك مصطلحان فقهيان بشكل مختصر. المصطلح الأول يسمى بمصطلح المتشرعة. شنو معنات المتشرعة؟ متشرع المقصود به أهل الشرع، بس بأي كيفية؟ يأتي الفقيه، فقيه من الفقهاء، وصل إلى درجة عالية من الفقهاء، ويأتي إلى حكم من الأحكام. بعض الأحيان الحكم موجود في نص واضح، إذا وجد النص الواضح خلاص يستفيد الحكم من هذا النص. بس بعض الأحيان موجود نص لكن قد لا يصل إلى درجة شنو؟ درجة الوجوب أو درجة الحرمة، أو لا يصل حتى إلى الاحتياط الوجوبي مثلا. زين، الفقيه ينظر إلى جانب آخر من الأدلة، مو جانب الروايات، من ضمنها يسمونه جانب شنو؟ المتشرعة. فيرى أن أهل الشرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمن أمير المؤمنين، في زمن الإمام الحسن والحسين والأئمة، زمن النص يعني، أن أهل الشرع لم يقدموا على هذا الفعل، لم يفعلوا هذا الأمر. فيستنتج من هذا من خلال عملية استقرائية إن صح التعبير، في مسح شامل لأهل الشرع أنهم لم يفعلوا ذلك، فيبني عليها ماذا؟ حكم شرعي. لكن دليل مو رواية، دليل شنو؟ المتشرعة. بجيب لك مثال. المثال، ويسمح لي يعني بعض الأخوة، بس هو هذا مهم جدا أن شوي نعرف خلفيته. مسألة حلق اللحية، هل يجوز حلق اللحية أو لا يجوز؟ كمسألة شرعية أولية، هل يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز. لا يوجد فقيه من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من جوز ذلك، قالوا ما يجوز. زين، أيها الفقيه، لا يجوز على، أنا ما أتكلم عن المعذور الآن، كلامي في المسألة الأولية. إنسان من الناس ما عنده أي عذر شرعي يقوم يحلق، فقهاء يقول له ما يجوز، حرام. زين، من وين دليلكم؟ هل هناك رواية؟ قالوا موجود روايات بس ما تساعدنا، بس عندنا دليل آخر، دليل محكم. نعم، والفقهاء قد بنوا عليه نعم ماذا؟ مسألة أوصلتهم إلى الاحتياط الوجوبي، بس ما قالوا بالحرمة، لأن دليل متشرعة قد لا ينتج إليك الحرمة. ولذلك نعم قالوا تتبعنا أهل الشرع من أصحاب الأئمة والمتدينين في زمن رسول الله وأمير المؤمنين وزمن المعصوم وزمن الناس، فلم نجد من أقدم على حلق اللحية اعتباطا. هكذا يعني، أو كونه مثلا والله ما يعجبني شكلها،
مثلا يعني، فقالوا لا يجوز حلق اللحية على الأحوط. إذن خرم هذا الدليل، دليل المتشرعة الروايات لا تقوم. بجيب لك بعد مثال، رحمة الله عليه السيد محمد حسين فضل الله، من قال شنو بالجواز ما عنده حرام، أنا ناقشته شخصيا ما عنده حرام، قال مو حرام. قلت له دليل المتشرع، قال صح دليل وقوي، لكن هني ما مو قوي. ناقشت أنا بس محل الشاهد يعني، الفقهاء نعم قالوا أن دليل المتشرع موجود، أقاموا عليه شنو أمور. زين عندهم شيء آخر يسمونه شنو، مو دليل المتشرع بين المتشرع المتدينين، عندهم شيء آخر يسمونه بناء العقلاء. بناء العقلاء، كيف بناء العقلاء؟ بناء العقلاء يعني مو في داخل الدائرة المسلمة، لهني هالنوب يوسعونها، يروحون إلى العقلاء بما هم عقلاء. لمن؟ يروحون للمسيحي عاقل، يروحون لليهودي عاقل، يروحون نعم يمكن حتى إلى الكافر عاقل، يجون إلى هؤلاء العقلاء يشوفونهم نعم يذمون قضية من القضايا، أمر من الأمور، فيحركونه. شوف الفقيه يحرك هذا الاستنتاج، فربما يصل إلى شنو، إلى دليل شرعي، لكن هذا الدليل مو من خلال أهل الشرع بل أعم من ذلك، وهو من خلال بناء العقلاء. أجيب لك مثال، بناء العقلاء كثير أمور. مثلا افترض إنسان ذاك البعيد خرج من بيته، ها فلان وين رايح؟ أجل الله السامعين والمكان. قال أنا رايح الفندق، شو بتسوي؟ قال شوي بشرب كأس خمر، شوي كأس نبيذ، وطلع من بيته وراح إلى الفندق وقعد وأشار إلى القرصون أنه أعطني شنو كأس. الآن القرصون افتهم غلط بأي نحو من الأنحاء، فجاب له كأس وحطاه قدامه، فلما شرب هذا الكأس تبين أن هذا الكأس ليس شنو، ليس بخمر، هذا مو خمر لا نبيذ لا شيء. التفت إلى القرصون قال له تعال يا فلان أنا طلبت منك كأس. قال له هذا كأس. قال له كأس خمر. قال له اسمح لي أنا فكرت أبغى كأس تفاح. قال له أنا أعطيتك كأس تفاح. قال له يلا ما يخالف خلاص، بعد إحنا أخذنا كأس التفاح. سؤال، هل ارتكب الذنب؟ لا ما ارتكب، لم يعصي، ما عصى هذا الرجال، ما شرب خمر، شرب كأس تفاح. لكن نجي إلى العقلاء نقول لهم يا عقلاء، هل هذا يؤاخذ؟ هل هذا نعم ممن يذم عند العقلاء بما هم عقلاء؟ قالوا نعم هذا يذم، لأن هذا عنده سوء نية لمخالفة القانون، عنده خبث سريرة. شيخ الأنصار يعبر عنها بخبث السريرة، خبث السريرة موجود عند هذا، ولذلك هذا نعم عند العقلاء يسمونه متجري، لأنه تجرى على المولى. يعاقب لو ما يعاقب اختلف، لكن جميع الفقهاء قالوا أن هذا متجري. زين من وين؟ قالوا هذا متجري، نعم العقلاء يقولون عنه شنو؟ متجري. بس أنا حتى أبين شيء ونحن في مجلس فاتحة، شوف بناء العقلاء من الأمور المحكمة من جهة، وأهل الشرع والمتشرع محكم من جهة أخرى، وكل له شنو وجهة وطريقة. إحنا لو جينا إلى العقلاء، أيها العقلاء، من يريد منكم أن يسافر من مكان إلى مكان هل يعد العدة؟ قالوا نعم لا بد وأن يعد العدة. إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد لا بد وأن يعد العدة لسفره. شنو يسوي؟ قالوا يجهز متاعه،
يجهز الزاد، يجهز الراحلة، يجهز كل الأمور التي يحتاجها للسفر. زين، هذا من هو اللي يسويها؟ متشرعة؟ هذا من باب أولى. لا، احنا نوسع الدائرة، نقول العقلاء بما هم عقلاء قالوا لنا أن الإنسان إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد عليه أن يعد العدة. فهل رأيتم إنسان يريد أن يسافر من أمريكا إلى أستراليا وهو أجنبي وغير متدين وليس فيه صفة الإيمان، وأراد أن يسافر من أمريكا إلى أستراليا لا يعد العدة؟ أقول لك لا، لازم أعد العدة، لأن هذا العاقل شدي. العاقل أن يعد عدة السفر. خلنا نجي إلى المتشرعة، نسأل المتشرعة، نقول لهم أيها المتشرعة هل هناك آخرة؟ نعم هناك آخرة، هناك نعم نار، هناك قبر، هناك نعم عذاب في القبر، هناك ضغطة القبر، هناك سفر مهول سوف يلاقي الإنسان، سفر، وهذا السفر لا بد للإنسان أن يعد العدة إليه. العاقل الذي يعد العدة لهذا السفر. وأي سفر هذا؟ هذا مو سفر نزهة، مو سفر ترفيه. اليوم سفر النزهة وسفر الترفيه الذي يستغرق منك 7 أيام أو 10 أو شهر، شقد العدة التي تعدها؟ لا تخلي فلوس، ولا تخلي مواد غذائية، ولا تخلي قال ها باخذ روبيان لأن ذيك البلد ما فيها روبيان وما أدري إيش، وهي 7 أيام وهي 10 أيام ما بالك. نعم إذا كان في سفرك هذا نعم سفر طويل طويل ومهول ومخيف ولا يعلم طبيعته إلا الله عز وجل. نبي الله عيسى رأى أمه مريم فقال يا أماه أتريدين الرجوع إلى الدنيا؟ رواية عن الإمام الصادق، قالت نعم يا ولدي أريد الرجوع إلى الدنيا، وهي مريم بنت عمران. لما يا أمه؟ دنيا زائلة، دنيا فانية. فقالت يا ولدي أريد الرجوع إلى الدنيا حتى أقوم لله في ليل قارص. أيام البرد اللي الإنسان يتلحف تقول نعم أريد أرجع بس حتى أقوم وأصلي لله 2 ركعتين في ذلك الشتاء، وأصوم لله في يوم قايض أيام الصيف. إذا أنت شفت نعم مثل هالأيام الهجير والحر، إذا شفت إنسان يصوم ها هذا توفيق من الله عز وجل. أيام صيف بيصوم إذا واجب، سيجي يقول أنا أصوم مستحاب مثلا، ما أقول ما موجود، لا موجود إن شاء الله من المؤمنين، بس واقعا إنسان في مثل الصيف القائض يصوم لله. نعم. ثم قالت يا ولدي إن الطريق لمهول ومخيف، وهي مريم بنت عمران. فما حالنا نحن؟ إحنا شنو حالنا؟ ولذلك نعم نحتاج واقعا ها أن نتزود، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. سفر، وهذا السفر أنت ما تدري متى سوف تسافر. أنا معك، أطال الله أعمار الجميع، يمكن إنسان يوصل عمره 80 سنة لكن يعد العدة، بس يمكن إنسان نعم يموت شنو وعمره شقد 30 سنة ويمكن 40 ويمكن 50 يمكن نعم الليلة يمكن غد. هذه حقيقة. واحد يقول تعال أنت يا شيخ شنو تتفاول علينا بالموت؟ لا ما فاول عليك، أطال الله عمرك، لكن الحق أعطني سكن بأنني أنا، خل أضرب مثال فيه أنا، أنني غدا سوف أعيش إلى الغد. من يقول ما أقدر أعطي لنفسي هذا؟
إذا كان ما أقدر يمكن باكر أسافر، يمكن عقب باكر، يمكن عقب سنة، يمكن ويمكن. ولذلك لا بد أن أكون أنا على شنو؟ على استعداد لهذا السفر. أنا أختم بس فقط بهذه القصة اللي سمعها من عند نعم البعض 100%، أنه نعم أحد الشباب في إيران، أختصرها باختصار، في أيام الجمهورية، وهذا كان دائما مولع بحب السيد الخميني وروح إلى الجبهة. هذا أبوه، هذا البكر، وأبوه ملي وليس معارض للجمهورية والثورة، لكن الولد عزيز. حاول يمنعه ما قدر من وراء الكواليس. إيش سوى هذا الأبو؟ قلت لك الرجل ملي، دولارات عنده. فخمسة أشهر، هاي كما قرأتها في كيهان العربي، خمسة أشهر وهو شنو؟ وهو يحاول نعم أن يطلع رخصة في السفر إلى ولده والقبول في جامعة في لندن، وأموال تلعب وواسطات وغيرها. خمسة أشهر تمكن من ذلك وحط ولده في الأمر الواقع. قال له ولدي، هاي تذاكر السفر، وهذا قبول الجامعة، وهذا المكان اللي بتسكن فيه، وهاي الشباب اللي بتكون إياهم، وكل شيء الأمور مرتبة ومجهزة. قال له زين أبوي، هني في دراسة؟ قال له أي في دراسة، هناك شنو أقوى. بس هي القضية مو قضية أقوى، قضية نبغى شنو يطلع برا عن يروح الجبهة، حتى لا يروح الجبهة، لأن الجبهة موت، الجبهة مواجهة. فأخرج ولده بعد الولد سمعا وطاعة، راح من يوم سفره. استمر ستة أيام وهو في بريطانيا. في اليوم السابع اتصلوا بالأب، قالوا لي أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. قالوا لي عظم الله لك الأجر في ابنك، ابنك مات. شلون مات؟ مات، أنا مطلعنا من مستنقع الموت، أنا مطلعنا نعم جام ودنا إلى بر الأمان باصطلاحة. قالوا لي ما فيها الحكي هذا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بلي ما تقدر تقول أنا أضمن. ولذلك الإمام الحسين، نعم أخي زينب، تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. هذه حقيقة أخي زينب، وهي عالمة، عالمة بتلك الحقيقة التي لا غبار فيها. الإمام زين العابدين يقول: كنت أنا وعمتي زينب في الخيمة، وكان أبي الحسين في خيمته يصلح سيفه، وهو يصلح السيف، ودموع تتحادر على وجنتي. يقول: سمعته يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، والدهر لا يقبل بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل. علمت أن البلاء قد نزل والمصيبة قد نزلت، ولكن آثرت السكوت والبقاء. يقول: ولكن رأيت عمتي زينب قد جرت بأذيالها، خرجت نعم إلى خيمة أبي الحسين، حتى وصلت إلى الحسين وقفت أمامه، قالت: أخي حسين، نور عيني يا حسين، أتنعى إلي نفسك؟ هذا الكلام كلام موت، كلام نعم نعم شهادة، أتنعى إلي نفسك؟ ليت الموت أعدمني الحياة، هنا مسح على قلبها على صدرها. أخي تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون. أخي فقد مات من هو خير مني، لقد مات جدي المصطفى، لقد ماتت أمي الزهراء، لقد مات أبي المرتضى، لقد مات أخي المجتبى. يا لكن الحسين عنده وصية،
يقلها أخي احفظي لي العيال والأطفال، تقلها أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك والله وبروحي لسكت لك أطفالا. لو أن الموت يرضحنا فدانا ياك. هذه مرة شافت الحسين، لكن هناك مرة أخرى أشجع. متى؟ عندما وقع نعم على بوغاء كربلاء قبل موت تأملها. قبل استشهاد الحسين جاءت العقيلة زينب، رأت أخاها ينوع على كربلاء، نادت منعمها، مرة تقول له أخي حسين كلمني بحق جدنا رسول الله، نادت أخي حسين كلمني بحق أبينا أمير المؤمنين علي، ما جاوبها. أخي حسين كلمني بحق أمنا فاطمة الزهراء. هنا سمع الاسم وعزيز نعم على قلب هذه الأسماء، نعم فتح عينه، رمقها بطرف لا يستطيع النهوض، لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يتحرك، لكن فتح عينه تمتم قليلا. شنو قال؟ أخي أخي أنا عندي طلب. شوف ها، يقولها أخي أنا عطشان بحق جدي رسول الله. بعد أخي احفظي لي العيال، نعم أكد عليها المقالة. شنو تقول لزينب؟ ها تقول لأخويا ناديك أناديك ما يشجي لك انداي ولا تسمع عتابي أخواي. أريد نياحة منك. ها أويل والله أناديك ما يشجي لك انداي ولا تسمع عتابي أخوة المن بعد يا حسين شكواي تقل لأخويا أني لو بيدي لجيب الماي وياي. بعد يهون على زينب أن ترى أخاها نعمها، لكن المشكلة ها وين؟ المرة الثالثة عندما رأت أخاها على بوغاء كربلاء مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، مقطع الأعضاء. هنا زينب نادت أخي حسين يعز علي مسرانا وجسمك مودع، ودعتك الكافي وقد سدت علي مقاصد الآراء، ما بك أصنع يا أبا الغيرة والحمية في أمان الله في دعة الله. ولذلك هذا لسان حالها، مرت خاطب كربلاء ومرت خاطب الحسين. شنو تناديها؟ صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلي غسل وجفان خلينا ولي غصبا علي سافرت يا مهجة حشا يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ما أسافر جسمك عالثرى والرأس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعيف لا خيروني يا خلي صبقت ويا أقعد لعج جسمك يا نور العين وانعى لكن لو ظليت
من يبرى اليتامى لو طوح الحاد وحداب هذا الضعيف. هالمشهد أسألك الدعاء عندها طلب العقيلة زينب: أبا عبد الله أنا طالعة من كربلة لكن أنا عندي طلب يا نور عيني. شنو الطلب زينب؟ ها تقل أخويا، صعب والله على زينب، ها خويا خويا لا تقول ما عندك مروة، لا تقول تركتك من غير غسل ومن غير كفن، خويا خويا لا تقول ما عندك مروة، خويا لا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما أخذ يا حسين قواه وياها. شوف الشمر بيش سوى صوت علمتوني تلوى. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله. اللهم من اجتمعنا لأجلها جاف الأرض عن جنبيها، أصعد بروحها إليك، احشرها مع من تتولاه وتحبه مع محمد وآل محمد. اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وسع عليها في قبرها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، تجاوز اللهم عن سيئاتها. اللهم ارحمها وإيانا إذا توفيتنا يا أرحم الراحمين. فقط هذا الإعلان أيها الأحبة. أهالي الفقيدة يشكرون كل من واساهم بمصابهم بفقيدتهم، سواء بالحضور أو بالاتصال أو بأي نحو من الأنحاء، كما يشكرون شكر خاص إلى أهالي القرية الذين وقفوا معهم وساندوهم في مصابهم هذا، ويشكرون أيضا شكر خاص إلى مجلس خدام الحسين عليه السلام الذي لم يقصروا أيضا في الوقوف معهم، ونسأل الله عز وجل أن لا يراهم مكروها أبدا. الفاتحة مستمرة هذه الليلة وليلة غد، جزاكم الله خير الجزاء. طبعا إن شاء الله رايحين إلى المقبرة كسر الفاتحة، من أراد الأجر والثواب جزاكم الله خير الجزاء، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.